بصوا يا جماعة، أنا راجل عندي نظرية في مسألة التطعيم دي. الكل يطعم، يعني خد بالأسباب زي ما بيتقال، علشان أنا عارف الناس يقول لك يا جماعة ده صاحبي فلان الفلاني، ابن خالتي علان العلاني، اطعم وبعدين عي. القصة دي عم تتقال دايما على حكاية التطعيمات بتاعت كورونا وما إلى ذلك. يا مولانا يا مولانا، احنا بنقول التطعيم بيعمل ايه؟ اي تطعيم؟ التطعيم بيقلل من الفرص بتاعت اصابتك بالمرض. مفيش حاجة اسمها التطعيم 100%. بالمناسبة حتى التطعيمات اللي كنا بناخدها واحنا صغيرين في المدرسة دي، اللي هي في الكتف والحاجات اللي زي كده، اي تطعيم يقلل من انك تعيا او يجي لك هذا المرض مش الحيلولة بنسبة 100%. وعلي انا اشجع الكل اطعم، عارف انت امن تعيش مطمن، اطعم. دلوقتي احنا في عندنا التطعيم بتاع الانفلونزا الموسمية عشان الشتاء اللي جاي، اطعم عشان دخلت الشتاء، اطعم علشان في تغيرات مناخية كتير هتخلي الشتاء قارس على العالم، زي ما شفتوا السنة اللي فاتت الشتاء اللي فات كنا مستغربين ايه يا جماعة اللي بيحصل ده، صح؟ طيب لو سمحت اطعم. التطعيم الحمد لله والشكر لله موجود في فاكسيرا طبعا، ده بالاضافه كمان ان في تفعيل لخدمه الاقلاع عن التدخين في 14 عياده نفسيه. معانا على التليفون بكل الترحيب وبكل المحبه دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. دكتور حسام، احنا بنقول دلوقتي، او انا حتى كنت لسه بتكلم، يا جماعه لازم الناس تطعم وتاخد التطعيم بتاع الانفلونزا الموسميه زي ما لازم ياخدوا التطعيم بتاع مثلا الجرعات المنشطه ضد كورونا الى اخره. بماذا ينصحنا دكتور حسام عبد الغفار تشجيعا للناس اللي دايما تقعد تقول ايه ما اصل فلان خد تطعيم وجاله المرض ولا جاله دور انفلونزا ولا جاله كورونا ومش عارف ايه، تقول لنا ايه يا دكتور في الموضوع ده؟ يعني عايز اقول بكل وضوح ان اللقاح ما زال هو خط الدفاع الاول، وهو الذي ينصح به على مستوى الاقصاء وعلى مستوى وزاره الصحه المصريه للتعامل مع شدة المرضى وزيادة معدلات الوفيات. والحقيقة إنه الحمد لله إحنا بقالنا أسبوعين معدلات الإصابة المجتمعية حتى بتقل، مما لا شك فيه جزء كبير من انخفاض شدة الإصابة وانخفاض معدلات الوفيات في الزيادة الفترة اللي فات فيها نسبة الإصابات المجتمعية يرجع إلى ارتفاع معدلات التطعيم وارتفاع معدلات المناعه المجتمعيه. اللي انا عايز اقوله تاكيدا لكلام حضرتك يمكن انا سمعته من شويه انه لقاح الانفلونزا وهو لقاح قديم ومعروف وبقى لنا الناس بتاخده من فترات طويله، نسبه كفاءته في منع الاصابه بالانفلونزا من 50 إلى 60%، لكن نسبه كفاءته في منع شده المرض ولا قدر الله الوفيات مرتفعه جدا. حلو قوي. وبالتالي لما النهارده لقاح الكود بتقول انه نسبه كفاءته في منع الاصابه 80 أو 70، فده اعلى حتى من لقاح الانفلونزا اللي الناس بقالها سنين طويله بتتعامل معاه. ونسب الكفاءه في التعامل مع المرض الشديد والتعامل مع الوفيات الحمد لله بيزيد عن 90 إلى 95%. احنا اخر دراسه عملناها على الاراضي المصريه في داخل مستشفياتنا سواء في وزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه، ان كل اللي دخل او لسه تزيد عن 98% من اللي دخلوا المستشفيات يحتاجوا الى عنايات مركزه من غير المطعم. عظيم. طيب دكتور حسام، النهارده احنا عارفين انه تم التوفير او توفير لقاح الانفلونزا الموسميه في فاكسيرا، لو يوسف لو فلان لو علان عاوز بقى ياخد التطعيم يعمل ايه؟ يتوجه الى فاكسيرا او الى احد فروع فاكسيرا المنتشره في جميع انحاء الجمهوريه، ويستطيع كمان ان يتوجه الى الصيدليات لانه كمان موجود في الصيدليات. يعني موجود كمان في الصيدليات عشان ما حدش يقول لنا اصل فروع فاكسيرا بعيده عني مش كلام من ده. لا
موجود في الصيدليات، اللقاح الرباعي الخاص بسنة 2023 بالتعامل مع الانفلونزا اللي هو احنا يمكن اخذه للاطفال من سن 6 أشهر. عظيم جدا. طيب هنتقل للنقطة الثانية، مسألة مراكز الإقلاع عن التدخين. يعني الدراسات الطبية والعالم الطبي يعلم أن التدخين له آثار ضارة جدا على صحة الإنسان وعلى صحة مش بس المدخن وكمان صحة المحيطين بالمدخن، وبالتالي جزء مما تقدمه وزارة الصحة، لأنه إحنا دايما بنقول هي اسمها وزارة الصحة. وزارة الصحة تعني الحفاظ على الصحة مش بس معالجة المرض. وزارة الصحة تقدم الهدف منها هي أن يحرم التدخين صحيحا. جزء من الصحة ديت الإقلاع عن الأضرار، ومن أكبر الأضرار التي اعتاد عليها الناس وتغلب التعامل معها التدخين، لذلك كان هناك أكثر من نشرات توعوية، أكثر من لقاءات توعوية، أكثر من مصريات واعلانات، بالاضافه الى العيادات التي بدانا فيها والحمد لله وصلت الى اكثر من 14 عياده ضمن منظومه اداره الصحه المصريه في التقليل من الاعتماد على التدخين، ووصولا الى التوقف بشكل كامل عن التدخين من خلال تقليل المسيره الطبيه والعيادات. يا رب كل الناس تقلع عن التدخين بقى، كفايه كده. انا عايز اشكرك جدا 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 دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، ما يتاخرش عن اي حد كما جرت العاده. كل الشكر ليك مره تانية يا دكتور.